مغلفة بطبقات واقية لحماية محتواها من التعرض لأي اختلال، ليقوم المحتوى بالاستهتار بهذه الهبة فيعيث فيها تلوثا ويدمرها، ثم يبدأ بالتذمر من هذا الخلل مطالبا في الوقت الضائع بترقيع فجوات الغلاف الجوي. الكرة الأرضية والبشرية في تحد مع التغير المناخي والاستعداد لمستقبل مليء بالمفاجآت والتحديات، فهل نحن على استعداد للاعتراف بخطأ البشرية الجائر؟ وهل نحن على استعداد لتحمل المسؤولية والبدء بالإصلاح؟ اليوم معكم في تحت الضوء، المتغيرات التي تأتي على طاولتنا في تحت الضوء حول التغير المناخي. نرغب في مشاركتكم معنا على صفحاتنا على الفيسبوك والدخول معنا في استطلاع خاص. هل أنت مستعد لآخر الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي؟ هل أنت مستعد لتغيير عاداتك لمواجهة تحديات التغير المناخي؟ لديك الخيار نعم أو لا. ونناقش مشاهدين آخر التطورات في ملف التغير المناخي، وما إذا كانت البشرية فعلا هي على استعداد لاحتواء هذه الأزمة والبدء في تغيير عاداتها. معي ضيوفي للحديث في هذا الموضوع من القاهرة السيد محمد كرم، وخبير في الاقتصاد الأخضر، أهلا ومرحبا بك معنا. وأيضا معنا من القاهرة الدكتور صلاح عرفة، هو أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهلا ومرحبا بك. إلى ضيفي السيد محمد كرم، وسؤال اليوم: هل تعتقد الاقتصاد الأخضر وكل المؤتمرات العالمية المتعلقة بالمناخ هي ترف، وإننا إحنا نهول من الموضوع وهو مش بهالكارثة الفظيعة اللي إحنا متخيلها، هو يعني حتة خرم في الأوزون وخلاص، يعني إحنا ممكن نتفاداه بشوية إجراءات عادية؟ إلى أي حد تعتقد إنه إحنا بالعكس إحنا لسه ما عطيناش الموضوع حقه والمصيبة أكبر لسه؟ أول حاجة شكرا لولا على الاستضافة، وأنا سمعت المقدمة بتاعتك، كنت بتتكلمي على الاختيارات ولو الشباب مستعد اللي يكون ياخد اختيارات معينة. أنا للأسف أقول لك إن اختياراتنا بقت قليلة، وأنا عاوز أشارك معاك بعض الأرقام يعني للسادة المشاهدين كمان. المستوى أو مستوى الكارثة أو التحدي اللي إحنا بنواجهه بقى عالي جدا. إحنا بنتكلم على إرتفاع درجة حرارة الأرض حوالي 1.18 درجة مئوية من يعني من ساعة قياس درجة الحرارة، يعني آخر 5 سنين الأرض حققت فيها أعلى مستوى لدرجة الحرارة في آخر 5 سنين في 3 سنوات متصلة. بنتكلم على ارتفاع درجة حرارة المحيطات حوالي 0.33% درجة مئوية، ده بيأثر تأثير كبير على الثروة السمكية. حموضة المحيطات الأسيديتي بتاعة المحيطات زادت حوالي 20%. ناهيك عن كمية الحرائق، الكوارث الطبيعية، العواصف. يعني السنة اللي فاتت أو خلال 18 شهر اللي فات غابات الأمازون اللي هي تعتبر رئة الأرض أو رئة العالم حصل فيها حرائق كبيرة جدا، كمان في أوروبا في نفس الوقت وجود حرائق ووجود فيضانات. فكل ده بيأثر على الثروة السمكية، بيأثر على مساحة الأرض، بيأثر على الأمن الغذائي، بيأثر على فرص العمل. إحنا بنتكلم لو فضلنا في الوضع الحالي الاقتصاد العالمي هيخسر حوالي 8 تريليون بحلول 2050. دول الشرق الأوسط وأفريقيا هتخسر حوالي 4.5% أو 4.7% من الجي دي بي أو من الدخل القومي خلال من هنا ل50. فالوضع للأسف كارثي. طبعا المؤتمر المناخ المؤخران اللي انتهى الأسبوع الماضي في جلاسكو طبعا كان فيه طموحات كبيرة، بس زعماء العالم قدروا يوصلوا لحد الأدنى من القرارات لمواجهة الأزمة. نعود مشاهدينا وضيوف الكرام في تحت الضوء بعد الفاصل وسؤالنا القادم. إذا لم كن نتحدث عن ترف أو ربما مبالغة فيما يحدث من تغير مناخي على الكرة الأرضية، ماذا وصل له حكام الأرض إذا ما صح التعبير في آخر اجتماعاتهم واتفاقياتهم؟ وهل كورونا يدفعنا إلى المزيد من الضخ في الأبحاث العلمية؟ بعد الفاصل.
إذن ليست وحدها الدول الغربية قادرة على أن تستضيف قمة للمناخ لتعنى ببحث سبل التعاون وتعزيز أيضا الاستدامة في بيئة خضراء، ولكن عربيا لدينا قمة في القاهرة وأيضا الإمارات تفوز بها، وهذا يعني أن الوعي العربي أيضا ماثل على الساحة العالمية. أعود إلى ضيوف الكرام وأبدأ معك دكتور محمد كرم في موضوع يعني البشرية والمنطقة العربية وغير أنه إحنا فقط نساعد على زيادة الانبعاثات أكثر ما بنساعد على تقليلها والدخول في انبعاثات صفرية، هل إحنا قادرين فعلا أن نوصل لانبعاثات صفرية بالفعل؟ طبعا اكيد، يعني اخر احصاءات ان العالم العربي منطقه الشرق الاوسط وافريقيا بتمثل 7% من تعداد سكان العالم، وفي نفس الوقت بتمثل 7% من اجمالي الانبعاثات الكربونيه. ف يعني وجود منطقه الشرق الاوسط وافريقيا في منتصف العالم ده كمان يعني حول او زود عليها العبء، بالذات ان معظم الدول العربيه والافريقيه يعني المستوى الاقتصادي بينهم مش نفس المستوى الاقتصادي المتقدم. لو حللنا نسب الانبعاثات دي هتحلها معظمها ما بين انتاج الطاقه او الانرجي لقطاع الطاقه وقطاع المواصلات، دول من اكبر القطاعات اللي بتولد انبعاثات كربونيه. كمان قطاع الزراعه بيمثل حوالي 18% من الانتاج دوت. مؤخرا يعني لازم نهنئ طبعا جمهوريه مصر ودوله المملكه العربيه لاستضافه مؤتمر المناخ. طبعا حاليا قاده العالم في اخر مؤتمر اللي انتهى الاسبوع الماضي زي ما قلنا قدروا او بقى في اصرار على وجود التغير المناخي احد اولويات او في اجنده كل دول العالم. نعم. للأسف المشكلة ديت لا تقدر الدول المتقدمة تحلها بمفردها، ولا تقدر أي دولة تكون بمنأى عنها. فده أكيد. إحنا في كوكب واحد ولازم كلنا نتكاتف ونقدر نحل المشكلة دي. نعم. وناخذ رأي مع دكتور محمد، أعطينا شوية أمثلة عملية للمسؤولية مش المجتمعية الفردية. أنت نهارك مثلا كونك تشتغل في الاقتصاد الأخضر، أنا ممكن أبدأ بتغيير عادات اللي هم الجماعة ال 12% اللي رافضين، هم معتقدين انه احنا عاوزين نقولهم من سيارة تشتغل في البنزين على طول كهرباء وغيره. اعطينا يا استاذ محمد شو ممكن نعمل عادات بسيطة وتغير في المفهوم. هو في ثلاث مبادئ ويمكن يعني دول معروفين، اللي هو انا هقولهم بالانجلش بعدين نترجمهم، اللي هو ريديوس ريوز ريسايكل. ريديوس اللي هي التقليل، ريديوس كل يعني اي حاجه انت بتستخدمها، سواء زي ما قلت حضرتك التكييفات، ايه اللي اقدر استغنى عنه؟ فدي اول مرحله اللي هو التقليل الاستخدام. يعني احنا مش عاوزين نروح للحلول المثاليه وان الناس تشارك في سياره واحده للذهاب للعمل، بس على الاقل انا في حاجات ممكن اقدر اعملها مع خلال اسرتي. يعني ممكن كلنا نروح أو نتشارك في وسيلة مواصلات واحدة أو نستخدم سيارة واحدة نقدر نتحرك بيها. تاني حاجة ريوز إعادة الاستخدام. إعادة الاستخدام يعني حضرتك كنت بتتكلم في الأول على أجيالنا والأجيال السابقة. للأسف مع منتصف السبعينات الفكر الاستهلاكي زاد كتير. فيعني إحنا لو رجعنا للأجيال السابقة كده كان عندهم هو فكرة إعادة الاستخدام لأن الموارد كانت قليلة. كنوع من التوفير يمكن أكثر. ولما بيكون في فلوس يعني إذا بتحط مثلا بتاخذ مقابل كل 10 أزايز ولا علب بتاخذ فلوس بتلاقي في مشاركة أكثر. الوعي البشرية واحدة يا أستاذ محمد ودكتور أيضا، البشرية واحدة طماعة بتحب الفلوس وبتفكر في نفسها، أنا وأنت والله يعطي العمر كمان للدكتور صلاح، إحنا بنتكلم في كم ممكن نعيش فمش حنفكر في اللي بعدينا. في دقيقة أخيرة لو سمحت. أوكي. طيب يعني ثورة المعلومات والإنترنت زود الشراهة الاستهلاكية، زود سهولة الوصول للمنتجات وزود سهولة الوصول للمعلومات. حضرتك دلوقتي شركات، أنا مش عاوز أذكر أسماء، حضرتك ممكن تطلب أي حاجة من أي حتة، شيء كويس وشيء، بس ده نقل البضائع ديت. نعم. ده استخدام يعني الترانسبورتيشن لوحدها تقريبا تلت الانبعاثات الحراريه بتيجي من النقل.
نعم. فأنا أي شخص يعني بطلب منه أو أي إنسان نعم. إحنا عايشين نعم. على كوكب واحد، فأرجو منك قبل استخدام أي حاجة، أي مواصلة، أي مادة، يفكر نعم. في ثلاث حاجات: reduce, reuse, recycle. الاستطلاع متابعينا على الفيسبوك اللي مستعدين انهم يغيروا من عاداتهم 88%، 82% مقابل 18% مش مستعدين انهم يتعاون. تويتر 47% مستعدين يغيروا، و 53% مش مستعدين ابدا انهم يغيروا. وانا ومن بعد يا الطوفان كما يقولون جماعه تويتر. أشكر ضيوفي الكرام دكتور صلاح عرف أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأيضا ضيفي السيد طبعا محمد كرم، وأنت خبير في الاقتصاد الأخضر. جعل الله أيامنا خضراء جميعا وممهد طريقنا باللون الأخضر. شكرا للمتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.